آخر مرة كنت هنا أيقظتهم وخرجت شعري كله وطويت. شكراً لأنك حامل سلتي يا سبايك. حامل السلة؟ اعتقدت أنني حارسك. أوه؟ أجل هذا حقيقي. لأول مرة أتمنى لو لم يكن سحر اليونيكورن مشعاً هكذا. سبايك، ستوقظ الوطاويط. أطفئ هذا. لا أستطيع. يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي صدق فرح. هي الرقة، هي العمل، وهي تطفي وسع الأمل. الصداقة حب يسري على الدواء. مهرتي الصغيرة. أنا سعيدة أنكما جئتما. بالطبع، من النادر أن نجد فرصة للراحة وللزيارة. عادة يكون لدينا أزمة نتعامل معها، دائما ما يحتاج أحدهم إلى المساعدة، لكن اليوم النجدة! تويلايت، هناك خطب ما بسبايك. تحدي النار. ما الأمر؟ لا أعرف، فجأة وجدت حراشي في طبرق وتشتعل. المعلومات قليلة عن ثقافة التنانين، لكنها ظاهرة قد رأيناها من قبل، تسمى نداء سيد التنانين. التنانين تبرق عندما يكون سيد التنانين في احتياج لهم في أرض التنانين. عظيم! كيف أوقف هذا؟ الطريقة الوحيدة لإنهاء الاعتداء هو التلبية. يجب أن تسافر إلى أرض التنانين لترى ما هو مطلوب منك. لكن أرض التنانين مليئة بالتنانين، وهي كائنات مروعة. أوه، ليس أنت عزيزي سبايك، لكن أتذكر جاربل الفاسد؟ كيف يمكن أن أنسى؟ كان سيحرقنا لو لم تكوني هناك. لو يجب أن أذهب إلى أرض التنانين، ألا جئتما معي؟ أوه، يا إلهي، أحب طبعاً. إننا نعاني لنحصل على معلومات عن ثقافة وأجزاء التنانين. أستطيع عمل بحث أو أن أكتب مقالاً، وتكون فرصة للإسهام في معرفة إكويستريا ومساعدة سبايك. بالطبع، كونوا حذرين جداً. أرض التنانين مكان خطير جداً للمهور، سيكون من الحكمة أن تتخفوا. متأكدة أنه لازال لدي زي التنين الذي استخدمناه آخر مرة ذهبنا إلى أرض التنانين. أظننا نحتاج شيئاً أكثر عملية هذه المرة. ربما هذا عملياً، لكن هذا التخفي ليس مريحاً بالمرة. ليس من المفترض أن يكون مريحاً، المفترض أن يكون مناسباً. انظر، إنه صديقنا القديم سباركل ووركل. أنا سبايك؟ متأكد أن صديقتك المهرة لم تعطك اسم مهر؟ لطيف أن أراك ثانية جاربل. لم أقل إنه من اللطيف مقابلتك. حقا أنا لا أحبك، هل كنت واضحا؟ لا، هذه صخرتي. أوه، حقا، إذن لما لا تجلس عليها؟ يا تنانين إكويستريا، اسمعوني. لقد كنت سيد التنانين لوقت أطول مما يمكن تذكره، وعصري كان عصراً مدهشاً جداً. هل تتفقون معي؟ طش! من يكون هذا؟ سيد التنانين تورش يا أحمق. لا، من بجانبي؟ إنها ابنته الأميرة أمبر. لو كنت مكانك لما نظرت إليها، إلا إذا أردت أن يلتهمك تورش. هذا شيء مدهش. معروف أن تنانين طائشون، لكنهم يفعلون ما يؤمرون. للأسف، تبعاً للقانون التنيني، فقد حان الوقت لي لأترك الحكم جزئياً. فلتحزنوا. ولهذا قد استدعيتكم حتى تتنافسوا على العرش في تحدي النار. من لديه القوة والشجاعة لاسترداد صولجان حجر الدم من قلب بركان النار فسوف يتوج سيد التنانين.
عندما اختفى الصولجان انطفى وهج التنانين. إننا نتعلم الكثير. المعذرة. إنك حتى تعطس مثل المهر. إن التحدي خطير جداً لأنني قد صممته بنفسي. فقط التنانين التي لديها ضرواتي قوتي والعزم الشديد سوف ينجحون. سنتجمع عند الجرف عندما تصل الشمس إلى ذروتها. لا أريد أن أكون سيدة تنانين أو وجبة لهم، فهيا نرحل فوراً. أين تظن أنك ذاهب أيها الصغير؟ مرحبا مولاي، كنت عائد إلى المنزل. لا يجب أن ترحل أبدا قبل أن آذن لك. أبي انظر له، إنه قزم وأيضا لا يريد التنافس، دعه يذهب. إنه ضئيل جدا، أستطيع سحقه بحافر الصغير فقط. لم تكن مزحة، كانت حقيقة. عندما أريدك أن تضحك سأمرك بأن تفرح. بالطبع مولاي، أظنني لا أفهم عادات التنانين، وهذا سبب آخر لعدم تنافسي. حسناً جداً أيها الصغير، سأعفو عنك. أشكرك وأشكرك. أين تظنين نفسك ذاهبة؟ لأجهز التحدي. لا، لن تفعلي. أنت لست أكبر من هذا القزم الذي سرحته. لكنني أذكى من معظم هؤلاء وأنت تعرف. الذكاء لن يساعدك في الفوز بالتحدي. لقد كان مصمماً لتنين كبير وقوي أن يربح، لأن القيادة تحتاج إلى من هو كبير وقوي. وأيضاً لقد قلت لا. أكره عندما يفعل هذا. عندما أصبح سيدة التنانين فسوف أتجشأ في المناسبات العامة. أنت أرجوك، عندما أفوز أنا فسوف أنهب جميع وسادات إكويستريا. لما يرتاح هؤلاء المهر ونحن ننام على صخور؟ هذا لا شيء. عندما أكون مسؤولاً أول ما سأفعله هو الانتقام من هؤلاء المهر التافهين. سيندمون أنهم التقوا بغاربل. سنأخذ ما نريد من إكويستريا ونحرق الباقي. يا إلهي، أكره أن أقول هذا، لكن أتمنى فوز تنينة التجشؤ. لا يمكن أن يفوز أي منهم. ستكون إكويستريا في خطر كبير إن فاز أحدهم. لكن ماذا سنفعل؟ هناك حل واحد فقط وأنا من سيفعله. يجب أن أفوز بتحدي النار. ماذا تعني يجب أن تفوز في تحدي النار؟ إنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ إكويستريا. سمعتهم، لديهم خطط رهيبة لو فازوا. بطريقة ما يجب أن أنجح. لابد من وجود طريقة، هذا خطير جداً. وفي حال فوزك يجب أن تبقى هنا. أعرف، لا حل آخر للحفاظ على سلامة أصدقائي. حسناً، لو بقيت للمنافسة سنبقى لنشجعك. أظنني أرسلتك إلى بيتك. قررت أن أشارك. في النهاية أنا تنين. أنت متأكد؟ لا تستطيع الطيران. كل التنانين مرحب بها في التنافس لأنهم يفعلون هذا على مسؤولياتهم. الطيران في جزيرة شعلة النار هو أول تحد سوف تواجهونه في اختباركم لوجود صولجان حجر الدم. حظا سعيدا. أنا أمزح، أقصد سيئا. شكراً غاربل، كنت أخطط أن أسبح أصلاً. تستطيع هذا سبايك. ينقذ شخصية لا تحمل الجميل. هل أعشاب البحر هذه تحدثت؟ مهرات، ما الذي تفعلانه هنا؟
نحن أصدقاء. أصدقاء؟ التنانين ليس لديهم أصدقاء. حسناً، هذا التنين يفعل. ليكن، لا أهتم طالما لا أحد منكم سيعترض طريقي. لدي تحد لأربحه. ظننت أن والدك قال. لا أهتم بما قاله أبي. سوف أري كل شخص يعتقد أنني مجرد أميرة صغيرة أن هناك أشياء أهم من أن أكون كبيرة. لا تتركني هنا يا سبايك. عرفت هذا، أصدقاؤك المهر جعلوك رقيقاً. على الرحب. على ماذا؟ أنا لم أشكرك. أوه، حتى رائحتك مثل المهر. إنها تأتي من هناك. هذا أنا لمست بعض المهر في طريقي إلى هنا. يعجبني شكلك، هل قابلتك من قبل؟ إنك تشبهي. إنه جاري القديم ساندي روكبيتش. الأحمق سلينغتيل أوقعني، لكنني أضعت وقتاً في حديثي القصير معكم، فهمت؟ فأنت قصير على الفوز. أنا مرح. لما أخفيت شخصيتي؟ كان يمكن أن تتخلص من منافسك. أستطيع سؤالك نفس الشيء، كان يمكن أن تخبري جاربل عن صديقاتي. لا، يبدو صعباً، لكن هذا ما يجعله تحدياً. هل تمزحين؟ هذه الحجارة ضخمة جداً. هي، ماذا لو عملنا معاً؟ أنت تطيرين بي وأنا أجد لك حجارة سأكون عيونك الثانية. سبايك، أتظن أنها فكرة جيدة أن تتعاون مع أمبر؟ أنت لا تعرفها. كان يمكن أن تخبر جاربل ولكنها لم تفعل. يمكن أن نثق بها. سلوكها مراقب لكل شيء لاحظوه في التنانين إلى الآن. هاي أنت أيها الصديق الضئيل، لقد فكرت وخطتك تبدو منطقية. هيا نبدأ. حقيقي عظيم، اتفقنا. فقط لعلمك، لكننا لن نلتقط الأزهار ونتبادل القلادات مثل ما يفعل المهر أصدقاؤك. حسناً، نراكم لاحقاً. أسرعي واحدة بقرب ذلك. اذهبي يا سارة. إذا ماذا نفعل الآن؟ أظننا سنعبر من هنا. لم أكن لأصل هذه المسافة بدونك، فأعتقد لو أردت هذا نستطيع أن نظل نعمل معاً، أعني حتى نعبر خلال هذا النفق. حسناً، سنكون خلفكما. كيف عبرتما؟ راريتي! أشكرك سبايك. هذا لا شيء. لا شيء؟ لقد جذفت بكل شيء لتنقذها، وهما تعرضان نفسيهما للخطر حتى يدعماك؟ هذا ما يفعله الأصدقاء. أليس لديك من يهتم لأمرك؟ بالفعل لا، إلا إذا كنت صديقي، وهذا صعب لأننا كنا نساعد بعضنا فقط لنعبر من النفق، والآن عبرنا النفق وانتهينا. لحظة، ماذا تعنين؟ حسناً، هناك فائز واحد،
صملجان واحد وسيد تنانين واحد، فأظن أن كل منا سوف يسعى للفوز. إذن ألسنا حقا أصدقاء؟ ربما لو كان في مدينة المهر، لكن كما قلت إن التنانين لا يصدقون. لا أصدق أن أمبر تركتني. أوه، هذا أفضل لك، كانت تبحث عن مصلحتها، إنها مثل كل باقي التنانين. لا أظن هذا، أنا أعرف، لقد أنقذتني ولم تكن مضطرة. لا أهتم بما قالت، هذا يجعلنا أصدقاء. هل أنا أتخيل أم أننا مررنا من هنا من قبل؟ يصعب تحديد هذا، متشابهون. إلا هذا هناك، انظرا. نجحنا. لا أصدق أنني الوحيد الذي وصل إلى هنا. لا لست، أنا لن أخسر أمام تنين مهر مدلل مثلك. يجب أن نفعل شيئا. انظري. اعتقدت أن كل تنين وحده، لما أنقذتني؟ هذا ما يفعله الأصدقاء وأنا، أعني نحن. ما كان يجب أن أتركك هنا؟ أرجوك لا تجعلني أتحدث عن مشاعري. ما هذا؟ سبايك، أحضر الصولجان. لقد سئمت وتعبت من تعاونكما، التنانين لا تساعد بعضها. هذه التنانين تفعل. ماذا؟ أنت؟ وجدت الصولجان؟ لكن هذا يعني أنك سيد التنانين، سيد التنانين سبايك. سيد التنانين سبايك، هذا صحيح. الآن أبدأ رحلتك إلى البيت وعانق كل تنين تقابله، ولا تقل السبب. لكن هذا سيكون محرجا جدا. أمرك أن تفعل. لا أصدق هذا. سيدة التنانين سبايك، هنيئا لك الحكم. سيدة التنانين أمر تبدو أفضل. ماذا؟ لا، أنت سيد التنانين الآن. سيد التنانين هو من يعود بالصولجان لأبيك، وأنت ستكونين قائدة عظيمة. كنت أفعل هذا لحماية المهر، لكن أعرف أنك ستحميهم مثلما كنت سأفعل أنا. أنت متأكد من هذا؟ بلا شك، بيتي في إكوستريا مع أصدقائي. حسنا، لديك هنا صديقة واحدة على الأقل. ماذا تفعل؟ هذا يسمى عناق. لا أعرف إن كان يعجبني، لكن حسناً. أمبر، أنتِ. أعرف أنك لم تظن أني أقدر، لكني نجحت. أنا بالتحديد قلت لا تفعلي هذا لأنك لست كبيرة وقوية. أنا أعرف، لكن أتعرف شيئاً؟ لقد ربحت في النهاية، إذن ربما الأمر يحتاج لأكثر من الحجم والقوة لأصبح سيدة التنانين. كنت مخطئاً يا أمبر، ربما لست كبيرة لكنك قوية وذكية، وربما هذا أهم ما كنت أتخيل، وسوف تكونين قائدة ممتازة. شكراً أبي. اتفقوا معه. فقط أمزح، لن تكون هذه طريقتي. تنانين اسمعوني، أقدم لكم سيد التنانين الجديد أمبر. ماذا؟
يمكن أن أخبرك. لقد أحسنت يا سبايك. بوجود أمبر كسيدة لتنانين، المور سيكون بخير ويربحون حليفاً وصديقاً جديداً. أيضاً أمبر قالت إني أستطيع أن أكتب لها في أي وقت أحتاج معلومات عن ثقافة التنانين، وأستطيع أن أؤلف كتاب. وأنا ربحت أطناناً من الأفكار لسلسلة جديدة من أزياء التنكر، سوف أسميها صيحة تنكر. تمثيل أبل بلو أسماء عبد الحميد، أبل جاك، وسام نادي، فلاتر شاي أمل عبد الله، بينكي باي أنجل بستاوي، رينبو داش ناريمان يازي، راريتي جيسي عادل، سكوتالو أسماء عبد الحميد، سبايك حمدي عباس، توايلايت سباركل رشا حمدي، ترجمة جيسي عادل، إخراج الحوار أحمد عبد الحميد، إخراج الغناء مروة عبد الغفار.